ووصف حسنك الراقي من الآخر أجسد من العالم فيه لك من الآخر. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين عليكم السلام فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم أتل بعد ذلك زنيم إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم وعليكم السلام ورحمة الله أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين
وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إنا لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون عند سريري بقيمة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا رب واجب الله تعالى نشوف الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير ويتقبل منا ومنكم إن شاء الله. أمسينا وأمسلم كل اللهم وأمسابي من نعمتنا بأحد من خلقك منك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر. في مبادرة نظرا لكثرة الاحتكاك من الشباب في المنتجع وبدأت تظهر على الهواء الحقيقة بشكل غير لائق، فحاولنا أننا بالتعاون مع الإعداد أن نوفر طارد النامس والدبانة إن شاء الله السائل اللي ينشبك في الأفياش، وإن شاء الله من اليوم رايح راح ننعم بنوم هانئ ست سرور إن شاء الله. أتمنى ذلك. يقول النامس يطلع لك تحت الكنب ما عاد فيه خلاص، والدبان اللي عط إن شاء الله نسيطر عليه، فبدنا بس كل واحد يأخذ واحدة بس ويركبها هنا وهنا وهنا وهنا، بنركب في المجلس هذا المكانين اللي فيها أفياش ورما فيها أفياش، حتى احنا الفلبينيين قالوا بيجون يركبون افياش بس الصلاة على الميت الحاضر. جزاكم الله خير. شكرا لك. خلوهم يتمشون شويه. اهم شيء الصوص ما يجي شيء. ودك. يعطيك العافية يا علي. جزاك الله خير. مو كلها هنا، هنا أربعة. حياكم الله، بتخدميكم طبعا. بنحط هناك بس في المجلس. وين؟ وين 210 وين 220؟ لا خمسة ما عليه ما عليه. تشتري لمبة تشتري لمبة يا رجال في نفس. شوف اللمبة إذا منها ونعت. ونعت في نفس الاسم. ونعت ما ذلنا. ايش طيب ها البسكوت ذا ما ينفع والله. ايه اللين عادي نغطي بسطه. طيب هذا وش البسكوت؟ والله اني متاكد احمد، لا استغفر الله ما ودي حلف بس احس احمد يعطيهم ترى. يلا يلا طيب بسرعه شوف مساكين. بعد سابدي الله ضيق من صدري.
يلا يا هذا تبن ذا كل هي هذا شيء خمر حبيب قلبي وين اللي ما كلا هذا ما كلا أبد هذا إيه مسكين طيب أبشر هذا أكل صح ولا بسم الله يلا أنا خويك اللي كل ما أعطيك اشترافض إيش فيه أيوه تبي باليمين أبشر باليمين ها باليسار طيب يلا أبوك أفتح فمك يلا خبزة دير يلا أيوه والله أنت تدخلها غصب إيه ما في لك كذا منقارك أنا داري أيوه رح أبلع شوف حرام عليك والله صار حفلة داري شنب تراك شنب كانك شرب لك لبن شاكل هوا أطني من الأرض رحمته يجي ممسك في شيء ولا خلص إلا شوي بقى الحاسة لا تبي أيوه أيوه والله نتاكل أيوه هلا ما يبي ياكل يا ولد مغمض فمه ليش تسكر فمك ليش تسكر فمك والله نتاكل غصب كذا جيب العافيه طيبه كلها بشك غصب والله اني داري كانه قام يهزها بعد هزها تبي خبزه ايه جنجل ما ياكله غيرك اللي يسمونه خابر الشنب بلعب فيك خلاص تبي كنا غص يا ولد المعينة لا وخر عن خشمه والله ايه مالك ضد ال خشمه تنفس من عيونه برجر نقت طازيز تبي بس عطني بس تبي ما عنده لسان صدق نوسخ علي بس جوع عليه إن شاء الله يلا نأكل نظفك عنده لسان ها الله هجف مو شف يا جدي اخاف هجف ما اخاف يموت انا على طرف لسانه يعني على طرف المنقار ما ادري بياكل ولا اسحبها وبس شف شوف الثاني ذا ذاك يذاكر اهم شيء خشمه لا يتسدد بس براحة حاضر الحلقة لا يا ذا يستعبط المعدة تيجي هنا تركب اركب يا انو يا لا ايه شوف لازم مع بعض اثنين توسخ علي يا ويلك يا ربي وسخ لا شوف لجمع بعض لاحظ يفتحون فمامهم شوف يفكرون انه يفكر شوف الغريزة يحسب انه يعطيه اكل ما يفتح فمه فهمت فيفتح Tick tick tick
تكحل من العشق السعادة والنجاح يدوم ملالي أشعارة والمحبة غيتها وغلا وتادة في حياتك تسمى بحلى عبارة في حياتك تسمى بحلى عبارة. أحبه ولا بطه على شيء يسوي، أحبه ولا بطه أبشر يا عز الأوطاني أردنه دمع شرياني أشر بيدك للفرساني لعيونك تزحف كتايب أبشر يا صقر العرباني ملكنا عبد الله الثاني لعيونك تزحف كتايب لعيونك تزحف كتايب يا في ذمتي ذمه على تنصر دموعي على ما تنزل دموعي أقام ليونك تزحف كتايب لعيونك لباع لا صح والله امبارح قاعد اقول لسرور الشباب اقول لهم عاد الوضع بكره يكون ايه كلكم قاعدين تذاكروا وانا قاعد فاضي اطلع فيكم ذكرتوني بيوم كلكت كلكم عندكم كلكت اللي انا قاعد بس اطلع فيكم من لوكيشن لوكيشن كلكم قاعدين نسوي بروفات يعني مبسوط انت وجهك يعني انك تناظر فينا نعم ها من ما ينبسط بشوفتك يا قلبي الله يسلمك غلفها عندك غدا عندك عشاء هلا وهلا حصلتها؟ ها؟ ايه حصلتها شوف الحين لما ذوبتها ريحة السمن فاح شمها من عندك؟ اي والله والله العظيم وانت جاي يا شيخ والله ريحته قوية قسم بالله اي والله ما فرق هذا السمن تمام ايوه انتهت المصارعة لا امزح طيب ايوه والدخن الحين ايش تسوي فيه؟ الحين الدخن ما تستخدمون انتم الدخن ها؟ والله يمكن استخدمه ما عندي فكره لا اكيد استخدمه الحين الدخن في جدة ما جدة جربته؟ شوف عليها عدة استخدامات
بس هذا يسمونه الإدام حق التمر، عرفت؟ ايه عرفت. بس اتذكر الشباب كان يقول تعال جدة جرب الدخن وما جرب الدخن. هذا برمضان طاقة والله طاقة، تفطر عليه بلا قشطة بلا كلام فاضي. الدخن ها؟ ايه. تعال 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 والله من جد الكل مسلم كلهم في المسبح. ينفعون ترى وليد ما ذاكر ولا واحد ذاكر. هو ايش ميزتها ان وليد يكون هنا ويجمع الشباب ويذاكر؟ تراني انا مذاكر والله. اي والله انا ايش قصدي يا سرو سعد الدوسري؟ لا لما يجمع الشباب ويذاكر لهم ترسخ في روسهم اللي هم قواتنا. صحيح. طيب طيب هذا القصد. علي تعرف ذا وشو؟ حنا مد ايدك. طيب والله انك صادق. اي حنا حنا صدقت والله انك قريب الوصف. ريحة الحنا قوي شوي. اي لا الحنا قوية. هاي حنا ذي. ايش حقة الراس؟ ايش صبخة؟ صامغه. ايوه بيحط لي اياها قل عشان صح مقرى صح. اي والله اني عرفت هي طول شعرك دي اللي تقول. انا سالتك قبل عنها صح؟ لا والله. الا وش عرفك؟ طيب اقسم بالله لا. طيب وش عرفك؟ ما ادري. تستخدموها يعني؟ يا رجل امي كل ما دخلت كذي ما تخوضها. مصدق انت وجهك انه صبخه لا اصبر. لا لا انا اللي اشوف حنا حنا ولا هم؟ حنا اقرب شيء. يا تقمام حلوه والله حنا. لا تقول ما بحلوة. طيب شذي الحين بعلمك. جرب ذوق. هذه بهارات. ذوق ترى عادي. ذوق ذوق ما لها طعم. ايش خلاطه كذا؟ عطنا حط شوي حط شوي حط مع الشاي ولا. ايوه دقيقة دقيقة. احييك يا علي فنان. بس خلاص اربط اربطه. اربطه ولا الصليب؟ والله انها حلوة. والله حلوة. ايوه صليب ولا الهلال الاحمر؟ الهلال الاحمر ولا الاخضر؟ لا ما لا 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 ما له داعي. لا ان شاء الله بكيف. ذاكر ذاكر علي بكيف. ذاكر. انا شوف انا يقول لك اذا انك حسيت انك برايب فسوي كل شيء في راسك. لا لا تطلع لا تتكلم نفسك ولا تطلع. طيب لا والله ذي حلف اجل بطلع. لا يا اخي اتذكر حمد كان يقول انا خلاص اليوم شكلي طالع وانا انا نفس القصه كنت اتكلم عن نفسي يوم خروجي. وطلع والله وطلعت اجل انا بطلع. بس انت كل اسبوع تقولها. شوف الناس الفاهمه والله ما تحب اني مثلك. بس حدك ليش ما طلعت؟ ليش ما طلعت؟ لان الله ما كتب. لاني جزيل. لان الله ما كتب. ربي لو كتب ربي ما كتب. احس السرور ما كتب. والله ما يهقني. طيب دائما يوهقني الانسان ذا. سريع سريع. شوف لاني انا بروح عشان تعال خذ فنجال. خذ فنجال. تعلمك الحركه كيف نهي. اعطيكم هذه قهوه. ايوه قهوه. يعني انت اسمنا مع الشاي؟ هو قال مع الشاي ومشت معه مع الشاي. شايف قهوة طلب؟ ايه. وهو برضه صاف معي. علمني ترى. علمك؟ ايوه. ايوه ما وقفت علم. ما قفت. انا جالس احاول اقفل. والله فلت لك يا ابو اسمع. طيب الحين ابي اعلم كيف الطريقة تاكل. تمر. ايوه. يا اخي ما انت خطير. الله. ايش انت خايف؟ خليني اجرب اول واحد. جرب. عادي لاني اثق في سرور. اي بس لا لا خذ خذ زياده من تحت خذ من تحت كذا من تحت والله اني صادق. حسن اي نفس طعمه. خذ خذ لف تحت. ايوه ذكرتني بالطحينيه. طحينيه. لا في فرق بين يا اخي والله في طعم اني اذكره في الطعم. اي والله الطعم مره كيف فنانه والله طعم ذا خصوصا الا افطرت واتغديت ولا شيء. على طول عليها واحده بوحده حسيت انها على راس المعده على طول. ها والله مجربها عند مدري مين من الشباب هنا السعوديه. لا لا مو انا كل شوي ناكل منها بس ما ادري ايش هي. اذا كانت من انت. ايوه في قهوه عندنا من نواس زي كذا ديوانيه. ايوه ترى يجيبونها في الديوان. بس انها ترى معروفه هذه الاكله عند يعني بنجد معروفه كذا طبختها. والله اي والله اقول لك والله اني مجربها قبل هيك. انا الطعم لا اعرفه بس اللون ما هو شكله. بس انا مش من طبعي اني اسال هذا ايش او هذا ايش. يا اخي زي الحماشه
اي تعرف الحماشه؟ الحماشه؟ اللي يجيك سمن وفيها نفس هذه، عرفتها الحماشه؟ لا والله عندنا حماشه يسمونها حماشه. انا بقول لك اسمه بتعرفه. طيب يمكن يختلف الاسم. لا مستحيل، هذا يمكن نعرفه ذا لانه من الرياض. اسمع اسمع اقول لك اسمه دخل ارواحنا دون الوطن. عرفت والله؟ اي والله قول والله والله اني عرفته. طيب عبد الله يحب قلبك، تعال 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 عبد الله. السلام عليكم. تعال عبد الله مساء. تعال اقدع صب له فنجال. نختبر الذوق عندك. شوف تعرف الرجال ولا ما تعرفه؟ هذا ايه من الشكل عرفته، تبغى تذوقني بعد؟ اتحدى. بريشر طيب. لا ازيد اكد لك. لا خذ لفه تحت، خذ من تحت، خذ من تحت. اي من اللي جامد ده. بس اهم شيء اكلته. هذا اللي نبغاه. اكله. هذا اللي نبغاه. كيف تبغى الحمام؟ رايح جاي ولا بس رايح؟ طبعا ما اعرف، لو اني ما اعرفه كان ما كان. طيب طيب بس احنا حطينا في شيء يا يقف فيطي يا هاني العنزي. حطينا في شيء. اول شيء اول شيء يا شو سمن. خليك من السمن، شوف خليه ينقل سمن. ربنا عرف اللي عرف. طيب سمن حلو حلو. الشيء الثاني ما شاء الله كيف قبطه هذه، ابدا مستحيل. ايش اسمه؟ مستحيل من الشم هذا. فكرني من الفلسفه ولا من الذوق. ريحتي هنا اقوى. ايش اسمه هنا؟ والله اي والله. اعطني شمه. لا بس شمه، خذ لك لقمه وشمه. خذ لك شمه ذوق. بس خذ من تحت من اللي جامد شوي يعني الوكر. لا تعطينا مكونات. ايش اسمه؟ اصبر يا ابو عبد الله. اعرف انك فطين يا ابو تنشفن. يا اعرف انك فطين. احسن اسمي ولا عبد الله؟ ابو دخن ابو اقبطه. لا يا اخي. هو أزل. تفضل تفضل تعال. أحب. في شيء يصلح لك هنا تعال. يلا عبد الله شوف. اي والله شفت. تعال نختبرك. نسيت اشم. اصبر ابو دخنا. لازم اشم. لازم خذ فرغ. روح روح تحت. وش روح يا شباب؟ لا تحت من فوق. اثقل والله. هذا دخن اتوقع سمن ودخن. والله قفيت يا رجل. الله نكفو. تعال جرب جرب دي ساعة. قول ابو دخنة ابو دخنة. جد اليوم مصيح. وانت مسوي لنا قفطة او ما ادري. ايه علبة. تعال ما تعرف الدخن يا ولد. سمن بس خليني ازيد اشمها. والله ما اعرف الدخن. عبد الله تعال هنا. مو منك، من قصتك. برضه مو منك حتى انت. برضه من جلستك. شكرا حبيبي. الله لا يبرك جلستي. وراني يا ربي ما عاد في اشكال من كذا. واقرب من كذا. واقرب من كذا. شوف تطيح علي. كيف احس انك واقف كذا. اكسكيوز مي. يو هاف تيشو بليز. يا. اوكي جيف. شاه شاه. ايش نذبح شاه؟ اول شيء يو هاف تيشو بليز. كيف يو هاف؟ خله بس اهم شيء يفهم المقصد. زي كذا برا تسولف كذا يفهمونك. ايش؟ شلون يو هاف تيشو بليز؟ شلون شو حتى يفهم بليز؟ سوري بليز. دونت هاف تيشو. عبد الله الجيبان. اذا جيت تطلب. لحظة هذا. لحظة. دونت هاف بليز تيشو. من دونت هاف؟ اي براذر. برادر برادر. من هو دنت هذا؟ ايش دنت هذا؟ طيب تتكلم عن من انت؟ نفس اللي انت قلته قبل شوي. نفس الصيغه. انا بنفس الصيغه. الا انت شو قلت قبل شوي؟ معلش. باف تيفو. تيفو. اس تيفو يا. ايش تيفو؟ تيفو يا. تيفو. تيفو يا. تيفو تيشو بليز. تيشو. عندك منديل؟ لو سمحت. عبد الله. هل لديك؟ عبد الله. مالك يا انجلش لانجوج الجبل. عبد الله. عبد الله كان سموه انجليزي. مو سموه انجليزي الصياغه غلط. يو كان حصغها. انا ربي ما اعرف شيء. مو حصغها. عبد الله حصغها. صرت ابغى كان يو كلوز ذا ماوث. كان يو بليز بليز. طيب يو هاف تيشو بليز. ايش معناتها؟ كلوز يور ماوث. ايوه لو سمحت. اي اي ايش اقول لو سمحت؟ ليش اقول لو سمحت؟ انا محترم. انت ما تبغى تقول لو سمحت. ما تقال كذا يا ذكي. تقول له بليز. واو واو كريزي كذا. يو كذا يا عندك بابا. عندك منديل لو سمحت. كريزي لو سمحت. عندك منديل غير والانجليزي غير. انت قلت يو هاف تيشو بليز 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 برادر. لو سمحت بليز. لو سمحت بليز. لو حطيت بليز الاولى بس حلوه هذه ولا حلوه هي ترى يعني. بس اكم سؤال. ما تجي يعني ما تجي ما تجي والله
لا والله نتيجي وندر. والله نتيجي علم علم انه والله نتيجي مسوي مقطع. لا لا تيجي كمعنى ولا كقاعده انجليزيه؟ لا خل قاعده انجليزيه ولا كمعنى. خلاص هي تيجي كمعنى وصارت يوصل المعنى. لو تقول بليز تيشو يوهاف بس هذه بس كلمتين بس. براذر براذر عبد الله عبد الله ترى لغه ترى لغه كلوز شباب ترى برا لغتهم مكسره عادي بدون ذا يور ماوث خلاص اوكي قل لي يو كان مو باي كان اي كان لا يو كان يو كان يو كان اي كان كنت ابغى اي كان اي كان اي كان تمشي اي كان يس يو كان اي كان اي كان اي كان اي كان اي كان تبغى تروح حرام معي ايش درك عن لهجه تبع بالانجليزي اي كان يعني يا صح ايوه تبغاها بالعربي تبغاها بالانجليزي كان كلوز ذا ماوث بليز كوفس نبرو بلو فروبلو. طيب صار عطيش يا جلبيس. يا ويلكم يا ويلكم انجليزي. ايه ويلكم. ويلكم جايز. ويلكم جايز. والله احمد. وير ذا سيزن سيروالينج. وير ذا سيزن سيروالينج. سيروالينج ثوبينج. سيروالينج لا. سيروالينج داخلي. سيروالينج فلينينج. ايه. على متنينج. واتشينج. على متنينج. على متنينج. واو على متنينج. على متنينج. This is ink priming. يعني. priming ختم البرايمنج. مو بسروال داخلينج. What this name your على متنينج. This is ink priming. مكتوب. Yes yes. مكتوب. لا لا اسمع كل الله. يا كان لوف مي. واضح انه مشتاق صوتي حبوا اني اسمع. شكلي ضيع. احس انه مضيع شكلك محمد. قلت صدق صدق. ترى هذا عبد الله يا شباب السلام عليكم عشان تعرف نظل لا بيبي يعطوني بيرجع تكلم. الصدا بيرجع الصدا جرب عرف يعرف اني عبد الله يبغاني اسمع صوتي بس ارواحنا في مترجم بالانجليزي يس يس اعطانا تو ارواحنا دون الوطن هذا هندي قاعد يغني ارواحنا دون الوطن هذا هندي لا انا ابغى انجليزي قاعد تتكلم انجليزي لا انا ابغى انجليزي ماي لوف كيس اس اي يو انجلا انجلا افقع وجهك الله انجلا ما يقرب شو تبغى نجيب انا قاعد اسجل نو انجلا نو انجلي انجلي نو انجلا انجلي انجلي برا شباب شباب انجلي اسمع يس تعال تعرف هذا وش بنا كنا طايحين في خزه ما اشتكولي تعال طيب سرور هذا ثمن هذا اللي انا اللي اذكره هذا ثمن سرور بعد سرور طحنا في خزان احنا ولا شلون طحنا في الخزان كلنا والله انا اتوقع ان طحنا في خزان في خزان والله تقولنا في خزان كلكم على الصدى حقي يا الربع ايه لا لا انا موجود شوف خزان لا لا والله انا كل واحده لا 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 وحدو لا تزعج لا تزعج لا تاكل ماي قفل عليه ايه 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 قفل عليه انا ما عندي ايه وحدو الو واضحه يعني ايش سمعنا صوتكم بلا سواليف بايك والله يلا سواليف بايك والله انا عارف انجليزي واضح أبعد ما بكذا ما بكذا ما بكذا يا حبيبي ما بكذا مسك مسك بشوف عندك الصدى مسك في نيتك وطف الصدى على طول ليش؟ مشكلة ما تنقطع لأن أكلتها عبد الله جيبها كلتها عبد الله عبد الله المايك تلقاه جوا يقول أوه شباب شباب واحد ما اشتغلت اسمع قبل تقول سؤالك بقول هذا في مايك لا خليني بقول تسأل عن شيء تبدو مدري شو انت بدو مدري شو تسال شو ايوه اهم شيء انه وصل المعنى لا ما وصل يسعكم ترى احنا ما نجامل صدق صدق ترى ما نجامل يمكن يمكن انت صدق شباب الفتره دي ما يعني اشتقتوا لي انا ما شارك في الجابه يعني شو جايكم الحين ما اشتقتوا لي ها بالله انت كنت غايب تبغى الصدق اسمع تبغى الصدق ولا الكذب موجود لا لحظه لحظه بالله كان غايب على البث لا صدق تبغى الصدق ولا الكذب ولا تبغى بحلف ما في شيء تغير في اسناني كنت طالع 24 ساعه لا يعني لازم امشي لازم امشي انا قايل كذا اه ركب البيج الثالث قلت لان عيونك واضحه ركب البيج الثالث ها ايوه تبغى الحلف ولا الكذب ولا صدق لا بالكذب لاني صراحه الكذب برضو يعني كله هذا نفسه بالعكس والله انا فقده هذا قط اقول صراحه مش احنا قطب صدق انا اقول لكم صدق اقول لكم رايي انا عند الدب القطبي أيوه. انا اقول رايي اي والله صدق ايش معنى اقول والله استنى خليك ايوه اسمع شوف شوف الناس اللي تشتاق لي شوف لا مو بشوك لكن صدق والله اني فاقدك اليوم تبغى الراي انا صدق طيب تبغى الراي صدق صدق ما والله ما فيها مجامله والله العظيم برضه تسلم حتى من قود ولد لا كنت بقى ترى بألفها الحين لا خلاص والله جد اشتقنا لك والله جد والله والله جد السؤال عبد الله عبد الله والله انا اليوم فاقد عبد الله هل تحتاج والله فاتتك مع اثنين لا لا تقول فاتتك هل تحتاج هذا السؤال قصدي مو فاتتك وجودك انت يثري على فكره يا ذيبان ترى اليوم ما شفتني يوم انك خذيت راي
اليوم وقفت معك والله عليك بتكلم عن كتاب كامل تيشيو بليز خواطر افيو تيشيو ايوه يا تيشيو بليز تيشيو يا تيشيو 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 دجاج يا انجلش لاند تيشو تيشو منديل تيشيو اسمع الفزعات شو اسمع الفزعات شو تقول اليوم اذان الظهر عليك صح وانت كنت تعبان اي كنت تعبان اي جاء مدرس حسين قالوا له الاذان مدرس قلت خلاص خلاص روح هو بيروح يذن الحين انا اعرفه بس انه مزكوم وعينه توجع بيأذن مع عينه توجع ليش؟ من وين بيأذن يا ابو؟ لاني يوم رحت المسجد على اني انا ساعات تلطمت من هنا وخليت بس طالع يا اخي وذنت اقسم بالله يبان انه فزع سبحان الله حتى والله العظيم ما حسيت كيف تأكدت انه مشيت عليهم والله انك عز كيف تمشيت كيف مشيت كيف مشيت عليهم كيف مشيت تأكدت عليهم يوم خلصت من الاذان قالوا يعطيك العافيه سعد ما رحت تركض عشان تسوونك سعد من اللي قالوا تدري ايش سويت من اللي قالوا هنا نظرت الكاميرا حلو كذا حلو والله لو كان سامي الجعوني والله بيبان لو مكان سامي الجعوني ما خلي المركز الاول بس عبد الله الشهراني خلي يعطيك معي 300,000 وانا انا اللي انا سالفك هذا يرجع بالايام البرنامج ويطلعك بدال معاط عبد الرحمن اول براين الله يرزقك واحده من الجوائز تدري لو اني قوتك الثانيه قاعد تسوي فيني زي كذا وانا مجتهد قايم من الصباح ايوه من صباح الله خير قايم قاعد احفر هنا ممكن الفه بالصحن لا لا نحتاج البيره من قوتك لا عاد انسان يعني متبلد من قوتك انسان ما همه نقاط جاي تلعب انت في البرنامج جاي تلعب جايت برنامج هنا ترى قاعد كل واحد قاعد يركض الشباب كنا قاعدين نركض ما فاتك طبينا في المسرح انتوا تركضون كنا نركض نسوي رياضه عبد الله ما شاء الله سلوك تبغى 300,000 متى انا مع عبد الله واحد والله متى انا مع وانت راقد تجي تبغى ما ادري ايش وتقوم اللي صار الجمعه بنقول لك ذا اليوم متى نمت اليوم الصبح اتمنى اني اطلع ولا يطلع هو ولا اشوفه بدون موقف وانا عبد الله لا لا صدق استلمت العيال قاعد هاي تكلم اليوم قاعد هاي اسال عبد الله متى نام ومتى صحى شاي جاني حتى الشارع قاعد لازم يدلم يا دلجم يا عبد الله قول لي ما ابغى حتى ثاني ولا ثالث يا عبد الله صل على قاقل اسكت الاول اشوفه قدامي هناك تذكر ايام اسماعيل النصار عبد الله اختم الموضوع عبد الله اسمع قبل لا تختم اسمع قبل لا تختم خلنا احلف تذكر مفاجاه تذكر ايام يفسون في شيء ايام اسماعيل النصار قلت لك اتمنى وقت النمونيه اسمع وقت النمونيه نادى اسمع انك معك يا قلبي اذا نادى شو اسمه ابراهيم المعيدي اذا نادى اسماعيل نمشي نقول له ما عليه قلت وخر والله ما اطلع ابراهيم منو ذا وخر والله ما اطلع ابراهيم اول ابراهيم صح ودع الثالث سبحان الله والله بعد ما قلنا محمد ثاني يوم لقيت عبد الله وعلي في هذه قلت حلمت اني خلاص هذا مودع اقول لك حاجه تذكر يوم قابلت هنا انا كنت رايح وانا جاي للهاوس ارحب والله قطع الوردك بقول لكم شغله بعدها ارحب يا ابو هاشم والله ترحب سلمت يا ابو والله جايب لكم شيء يضحمكم يضحمكم ما يلا يا شباب ارحموا ارحمنا نضحك سالفه الضحك اسمع يلا ايش بضحكم لين خلص البرايم يلا انا ابغى اسلم اسلم بالله اسمع اسلم كمل اسمعي تذكر يوم قابلتك هنا وقلت لك ليله انت اللي طلعت ايوه بس اني قابلتك المغرب الظاهر يوم كنت تروح تقول انت مو بتقول انك رحت عشان تتاكد من الموضوع حقت المنسف انا قابلتك هنا ايش قلت لك هذه اي دوره يوم طلعت فيه اي اليوم اللي طلعت فيه يوم اقول لك ترى ما ادري هو يومها ما ادري اللي بعدها في الليل يوم جيت اللي قلت بقول لك حاجه ترى اعتبر نفسك طلعت والحين اجت الفرصه اذا عندك شيء لا يوم البرايم هو يوم البرايم نفسه ايوه بعد ما طلع عبد الاله ايوه وايش قلت لك بالله ذكرني قلت لي اعتبرها فرصه جت نسيت ايوه واستغلها ايوه قلت هو عبد الله كانت عنده فرصه فاتت ايوه قلت له عبد الله كان عنده فرصه من محمد وها واسبوع سبحان الله وطلع الاسبوع اللي بعده يا اخي والله اني اشك ان سرور فيه عرق من آل جعوني ليش؟ والله يا اخي العلوم ما شاء الله يعني لو يجيك يقول سعد تراك نمونيه وهمي سبحان الله اعطيه نمونيه هذه فراسه يا اخوك يا عرق آل جعوني وجود هذه الفراسه والفطانه هذه نعم. اضيف عليها حاجه يا عبد الله بس عشان نضحك سواء نضحم شوف انا بيضحم قبل لا اودع يدل على حاجه اقول لكم وش هي وانا متاكد ان كلكم تقدرون تسوونها بس انا لا وش ذيبان ذيبان ايه الحاجه وش الحين كيف تقول ان عبد الله برايم وانك انت برايم انت قصير يا سلام عليك ايش
فانا قاعد اشوف بما اني انا دائما متواجد ما شاء الله بس الله اكبر لا بس اني اشوف تكسير الشباب اعرف ان هذا برايم هذا مو برايم انا اشوفك برايم اليوم والله اني ما اقصد اجيب شكلها بيني وبينك عط الفاين يا وبين زعل تبي فاين طيب جاء عليك فاين 4 3 1 2 5 عرفت انا اخليك تنبسط ايوه علمنا عليك ضحمنا ضحمنا اي ما قال سالفه اللي تضحم اي اي خلي يضحم سلامات عمي مويد والله على ما اقول شهيد ايوه والله على ما اقول شهيد حلو انا رجال اليوم تحلم حلو في مونيس ها مويه شباب ونيس مويه ونيس ودك الله يرجع ودك انه في ونيس ولا في اللي تحلم فيه طب بقول سالفه ونيس قال علي علي دريت اني حلمت في ونيس قبل امس لا بذمتك ما دريت ايوه حتى انا ما ادري المشكله اللي يفسر الحلم من هو صراحه صراحه قلت سمعت سود الله وجهك ايه امبارح والله العظيم انا جبت الحلم ليش ليش انا حلمت فيه ايش حلمت اني موجود وانا اشوفه يركض حلم بس اني استغربت من حاجه المفروض انه هو غايب الحين له كم تقريبا 8 ايام تشتغل وانت تحلم من 8 ايام لا لا قبل 3 ايام المفروض انه يكبر صح صح لان 8 ايام غايب ولو انه حي اكيد انه ياكل من العشب وياكل المشكله اللي لقيتها كذا صغيره صغير كبر الفار نفس المواصفات نفسها بالضبط اللهم انه صغير اخي ونيس مسكت اللحليل صغير بيدي هو قال لك من يمكنك حلمت فيه الحلم وقت الحلم تفسير مثل اول يوم جاب ايش معناها جاب لا تفسر تكفى ايش معنى في هو في ونيس توقع انا اتوقع انه مات اتوقع انه مات لا يا رجال اللي يلقاه ايش يعني ما الحين جالس يمشي على الشارع يقول برجع السرور وبرجع الشباب ما عليه لا يمكن الحين في السنايت خلاص يومين ثلاثه ما يشرب ماما كنا في السنايت ما بعد يشرب هناك يمكن اخذ واحد من البساس تعازموا عليه اتوقع ابو خالد يوم طلع والله من جد لا اتوقع انا شفت اقول لك حلو كذا شباب من هالمكان أيوة. اللي يجيب اللي يلقى لي ونيس له مفاجأة قوية تونسه بتصير حدث يا حلالك صل على النبي سبقها صل على النبي سبقها انا شفت بساس اقوى من المسروق سبقها محماس يا رجال انا شفت بساس الحلم اللي يقعد على الشارع اسمع شفت بساس تاكين فوق اربع طلع واحد قال شفت انا طقطق دعنا واضح صريح دعنا واضح ذيله واضح ما له بشارة طيب يلا بشارة لا ما له بشارة خلنا ناكد اجيب له البس واخليه يعترف قدام بالضبط خليه اجيب البس ويقول يقول انا خليته على البروفايل اسلم عبد الله عطنا الحلم اسلم عطنا حلمك يا ابو حلم يا نظهر تبغى ايش؟ اقول ناخذ البس نطلعكم في الشروم انا تو تضحم دخلت اكثر واحد تضحم قطو كلمني اكثر واحد بينضحك عليه ايوه اعلمك شيء والله ما اكذب عليكم بحر صادق انا بختصر لكم الحلم عشان ايش؟ اي بالله تكفى اما اكون ايش؟ الحين انت الحلم ما جاء والمقدمه هو اقول لكم المقدمه اطول من الحلم والله المقدمه اطول من الحلم اسمع الشاعر يقول الحلم ما جاء والمقدمه طويله اي والله حاول تطلع اللي عندك اليوم تكفى لان الحلم يعني اي الحلم طبعا في سعد الفلفل عجيب صدق طبعا الناشب اللي في انا احسب انه على توني بقولها انت تتكلم المهم يا طويل العمر دولابي في لبس باكستاني تذكر يوم الله الحين موجود ترى السماوي حلو الله حلو عز الله انك انت هاك اليوم باكستاني اي والله جاني خلونا على موضوع الحلم يا شباب يلا رجال جاني لبس اللبس فهمت وجاء عندي وانا راقد لبس باكستاني هذا الحين حلم هذا حلم عجيب والله انه حلم ايوه والله على ما في حلم في وسط حلم هو حلم من هناك وبيعطيك حلم حلو قوامني عبد الله ما ادري ايش ما ادري هل هو كان يضحك ولا حزين ولا هذا انا انفجعت طبعا تفسير حلم ان الرجال بيطلع برايم سبحان ليش مو بنت اللي انت انفجعت انت لا لا تدري ليه لا 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 امزح تفسير الحلم اللي انا فسرته الحلم يعني انك قمت منك تفسير التفسير يقع على جناح الطير بعدين يا رجال الطير راح اصلا ما في حلم بعد الفجر حلو كل احلام الصبح الصباح ايه نار ما من هنا هنا الحدث الصباح الحلم ايه حدث ايه ابغى اشوفك اليوم هذه الرؤيه تقول قمت مفجوع تبغاني احلف اني ما اطلع ذا اليوم يا ولد الله لا يجعلني اضحك عليك يا ولد خشوف انت لو طلعت بطلع انا معك علي علي ما بخليك تطلع لحالك يا ابو يا طيب انا علي لو بطلع مني لو معي علي 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 لو بتطلع تطلع معي علي لو بطلع تطلع معي يا قط الشمالي انت انا بسرت الحلم بسرت الحلم يا طويل العمر شفت العروم تقطع ذي ما ادري والله يا قط مالي كله سمعت كلك عليها ايوه ايوه تسلم بس تفسير خلاص عرفنا الحلم مش تبغى انت ثاني فسرت الحلم انا ابغى اعلم التفسير الاول فسرته يلا خلاص يلا بس حاول تضحمنا لانه ما ضحمنا ترى بلبس اللبس الباكستاني اليوم ايش رايك لا اصعب كيفك تبغى تطلع برايم بس اوه صح بعلمك يا اخي والله اني فسرت تفسير حلو كذا سبحان الله اول ما قمت
والله اني قمت الضال على الحلم. اني اول ما قمت كذا زي ما اقول لك انه جاء في مخيلتي. اول ما قمت لقيت اللبس جنبك طايح. ها؟ قمت لقيت اللبس مسلسل. وجوش طيب؟ لا. اقول قمت من النوم الرجال كان لابس لبسي. قمت صدق لقيته لابس. لا مو بكذا يا. لا قام من النوم اللي داخل الحلم. لا لا. من الحلم اللي داخل النوم طيب. اه احنا باقي في الحلم. النوم اللي في النوم اللي في الحلم. ايوه. هو شفت هذا الحلم اللي حلم فيه وهو نايم جوا. شوف نفس انك تفتح باب بعدين تلقى باب بعدين تلقى باب. طول العمر حاول انك تقدم اللي عندك يا ابو من الحين. علي ما في وقت. والله. باقي 3 ساعات حاول تعطي اللي عندك. لا انا من رايي اذا بيقدم شيء. انا اشوف ان اللي شيء بيقدم. الحين ما عاد يمديك مبادرات. عندي تدشين يلا قوم قوم. لا انا اقول التدشين ما يمديك. كلمه بعد الصلاه. ما يمديك. خليني الحين. انا من رايي نصلي العشاء كلمه اخرى لين يجي المعيدي. ممتاز هذا بعد عشان تختم لان احنا بنختمه وانت ما تختم. اي صح. اجل شوف الحين بدشن عرفت؟ وعندي مبادره وفي حمله بسويها. حمله سرور روقي. حمله عمره. اقرب ليزه وبجيب مسرح بعد شوي هنا يجون الحين كلهم يحطون مسرح. يطيح من هيبتي. عشان يطيح عرفت من هيبتي. انا مو طايح المسرح يمكن يطيح المسرح والخيمه. ايش عنده سرور؟ من قوه الهيبه عرفت؟ تستاهل الذيب. تستاهل ما ادري ذي مدح ولا تستاهل يطيح ما ادري عن قنت تقوله لك تستاهل والله يا ابو ما ودي انك تغادر ذا اليوم لكن كل واحد من صحيح والله بيني وبينك كل واحد يعني مكتوب هذا قبلك سبعة لا شوف انا اتوقع لا والله سرور الروقي سرور الروقي قال كلمه في شو اسمه الفيديو كليب تحققت معه يوم يقول الحياه احيانا تقسى والحياه احيانا حلوه لو قست والله منسى وايش معنى في الاخوه وان شاء الله ذا الليل اني بحقق الكلمه اللي انا قلتها في وش اسمه فيديو كليب يوم يقول انت سير وانا سير وكل واحد له مصير لا تصير لو يصير اللي يصير لازم نوصل للاخير ان شاء الله اني بوصل للاخير عرفت والحلم ذا بيصير لك تراني انا افسر الحلم ذا عكسك عرفت انا اعطي ايش قلت انا بنزع اساس صدقني لا كدر خلق لا لازم لا لو انه قال في الحلم في الانشوده لازم اوصل للاخير يمكن بس لا. لازم نوصل لازم للأخير. نوصل للأخير ايه جمع الشباب كله جمع يعني كلنا اي ايه بس انا اللي قلته يعني انا بس اللي كلنا هل يعقل ان كلنا نوصل للأخير ايوه في شباب طلعوا الا الا في يوصلون للأخير شوف اسماعيل هذول الشباب طلعوا بس بيوصلون للأخير اي بيوصلون للأخير انت اي صدق كلهم نوصل ايه. للأخير تطلع ابراهيم ترجع توصل للأخير تفضل ايوه. قاعد معنا انا تفرج فيني لا نوصل للأخير مثال اوه مو بكاس يا ابوي لا لا بيرفع الشيك لا هو بيرفع بيشيلها معي بيشيلها معي عرفت يعني يعاوني وانا اشيل الشيك يعاوني وانا اشيل الشيك ايوه درع الشيك درع الشيك اكتب انا الشيك الدرع هو الدرع ترى في اللين المهم انه 300 ألف ما عندك مشكله اكتبه يعني شوف شوف ولك مني يا ابو حمود اي عندي عندي دس مشارف عندي لكم عندي لكم شيء اسمع اسمع الشباب ما ينغبنوا شوف الشيك الشيك اللي بيكتبه عليه الكلام الشيك اللي بيكتبه اسمع الشيك اللي بيكتبه 290 الشيك اللي بيكتبه الشيك اللي بيكتبه يستاهل ابو حمود والله الشيك اللي بيكتبه تحسن ما تلاحظ اني عدت الكلمه دي 4 مرات راضي بال10 10,000 10,000 وانت 290 تستاهل خلوكم مشاهدين يا لا لو تستاهل لو يصير اللي يصير لازم نسحب الاخير نوصل للاخير لازم نسحب الاخير لازم نسحب الاخير لا صدق الشيك اللي بيكتبه سرور عرفت ثم بياخذه عبد الله بيجي يعطيني اياه يعني انا واقف في المسرح عرفت انت توصل يجي عبد الله يوصله لي وانا بمسكه واقول سبحان الله سلك لنفسك ما خذيته انت خذ اعتبر نفسك خذيته وتصور معه وهذا اعطيك اياه تصور فيه لو بيكون شيك فلين صوره ها؟ شيك فلين بيكون صورة عطية وتاخذ العصر. سؤال عبد الله صدق صدق والله اني اقوله صادق. ايه؟ عبد الله ابيك تجاوب فعلا بدون خربطة. بدون كيني ميني. انت تشوف نفسك من الاوائل المراكز الاوائل؟ انا اشوف حاليا ولا اول؟ الاسبوع هذا؟ انا اقصد لا لا خليك الاول بلا منافس. انا اقصد ان انا اقصد النهائي الان. تشوف نفسك ضمن الثلاث المراكز؟ النهائي؟ ايوه اجل وش اجل لو البدائي. تبغى احلف بالله؟ لا لا, لا لا بدون حلف تواني مصدق بدون حلف بدون حلف عبد الله نهدأ أنا بس أنا بسأل الشباب كلهم أنافس على المراكز العشرة السبع الأوائل تذكر كم تبي المتقدم يعني الأوائل الثلاثة الأولى الثلاثة الأولى راح أنا أقول لك أضمن يعني بأضمن لك شيء هذا ما تدري والله ما تدري إيش المكتوب يمكن الثلاثة الأوائل وبرضه ما ندري هل إحنا السبع الأوائل هذا لكن أنا أتكلم باخذ الأول وشيء شباب الله يلا انا بعد بمشي توصل على شيء انا اروح سؤال موجه لك ايش عندك ما ذكرت والله ما ذكرت ولا فتحت ولا قلت ولا طيب. ها ارحب سم لبي من الثلاثه الاوائل صدق 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 خلاص اسوي الكلام كريتيف ولا ما يحتاج لا كلمة. انا ابغى اتكلم جد والله يعني انا اشوفني الاول وعبد الله الاول مكرر
تكون من جد ترى مو بسامي الجعوني ليش كنز لايف هذه اول مكرر صدق والله شوف بيني وبينك كنز لايف اول مكرر ممكن يا مخرج تكتم الصوت هنا شوي لا في سؤال موجه على ان شاء الله ان شاء الله من ضمن المراكز الاولى باذن الله تستاهل وانت عبد الله تستاهل باذن الله الله يحفظكم اني بلا منازع لا اخذ الاول وانا تستاهل يا وانا ارحم عليك اذا انتم وانا ارحم عليك اسمع اذا انتم قلتوا شفت اذا اخذت المركز الاول باخذ الشيك وبنحبركم لا 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 اقول لك شيء والله اني اجي اتكلم انا عن نفسي ايوه صدق صدق مع اني انا اشوف انا درجات احسن منكم صح ايه ما احتاج تمام هذه خاصه بس اني ما ضمنت ما ضمنت المراكز انا قايل لك في عرق من الجعون يا عبد الله انا قاعد احط بلان في راسي والله ما قلت اني انا ضمن المراكز ابو محمود وهذا اللي مخليني ترى الاسبوع شوي ما عندك ما عندك هدف ما عندك هدف يا سرور لو عندك هدف مثلي ومثل عبد الله ومثل الشباب عندك هدف اللي بالظهر الى الان وانت ناخذ واضح الهدف اللي بالظهر الى الان وانت جبينه هدفك واضح من الظهر الى الان احنا مشتاقين لك عندك لا رايح اذاكر نعم ابروح اذاكر الحين بحفظ كتاب باب الهبل الله يحفظكم يا الربع شدوا حيلكم في ابراهيم والله تدري ايش اسوي تبارك الله انا قلت ايش ابغى اخلي المتسابقين ايوه يحسبوني اني مستهتر ايوه بدايه البرنامج ما يحسب حساب ايوه الين اعدي البرايم الاخير الاخير اعدي البرايم الاخير اوريكم وجهي في النهائي اول قبل لا يتكلم اول كلمه بالسؤال سامي الجعوني وانت اعطي لي اجابه ها اعطي لي اجابه الاجابه 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 سامي الجعوني ايوه بجاوبه قبل لا يبدا البراي كفو والله الله كفو عبد الله ما يبغى يعني صدق عبد الله انا لاحظت هذا فيك ترى على فكره لاحظت انك ان لا غير الهدف انا ملاحظ انك انت تجاوب احيانا قبل يسال سامي شوف انت احيانا تراني اعلم السؤال على فكره ترى مو في البرايم بس انا لاحظت حتى في القوه الثانيه القوه الثانيه اسئله القوه الثانيه خبرني ما احتاج اتكلم مدح نفسك كذاب حتى تتذكر مره عبد الله قال له سام لا تعطيني السؤال اعطيني بس الخيارات وانا اعطيك السؤال انا الحين برايم النهائي ما اعطيكم اليته كيف اسئله تصويت ما تصويت لا اسئله بس اسئله بس على ما سمعت لا اتوقع انه في تصويت مستحيل يكون بس اسئله على سمعت انه ما في تصويت فرضا كلكم جاوبتم نفس الاجابات خلاص بس لا حتى رصيدك ياثر ترى الرصيد اي الرصيد لا موجود الرصيد هذا ياثر انا وش اقول لك لانه مسابقات الاسبوع الجاي مسابقات ومسابقات متواصله ايوه الخصميات برضو لاخر يوم لا هو بياثر هذا لهذه كل الاشياء تاثر ما فيها كلام اكيد والتصويت برضو ياثر بس التصويت برضو شو اسمه حتى لحظة باوند البرامج الماضية الصوت ممكن يغير شوي بس برضو إيش الرصيد أكل أكثر شيء تأثير هو الرصيد نسبة عالية 60 أو 70 زي كذا والباقي أيوة. الباقي البرايم النهائي البرايم النهائي يدخلون 14 أيوة تخيل. والله يكون كثير يا رجل 14 واحد البرايم النهائي والله كثير 14 على المسرح إيه. بس ما أدري كيف بيصفون 14 ممكن أحطكم 6-6 مثلا أو 7-7 بس مش هون الترك اذا كان نفس نظام البرايم انك اول ما اعطيك السؤال ينقص الوقت وينقص قيمه السؤال هذه مشكله والله ايوه هو كذا والله نفس ليش لازم تكون اجابه حاضر بس ما عندك مشكله انا صراحه فرق الدعم مش فرق الدعم الناس كانوا يقولوا لي جمع اسئله البرايمات وارسلها لاخوياك قلت جيبوها جاهزه اطبعها وارسلها ما عندي مشكله بس اكيد فرق الدعم الحين كلهم مجهزينها فرق دعمكم كلهم جاهز الاسئله اي اكيد والاسئله من البرايمات باقي البرايم الاخير ذا عشان باقي البرايم الاخير ايوه عشان تجتمع كلها مره واحده هي الاسئله في وقت عاد اخر اسبوع كله مذاكره يكون عندكم لازم ما عندنا مشكله نذاكر بس انه في اشياء غير المذاكره كانت والله القوه الثانيه فكره القوه الثانيه ترى اثرت على بعض الشباب خصميات يعني قوه خصميات القوه الثانيه انا من الناس اللي تاثرت منها ترى والله تأثر أنا تأثرت من القوة الثانية من بداية البرنامج يعني إيه أنا يعني أكثر نقاط انخصمت علي من القوة الثانية بس ما شاء الله تبارك الله صامد رغم الظروف أرحب ببتسم رغم الظروف تعبان إيوه لا ما عندي ولا علاج شو اسوي بنادول ينفع
هوش اللي كان فيه؟ اللي يا اخي طف المسبح وعقبه تعال. بنادول بنادول ينفع؟ ها؟ لا حرارة خفيفة. مضاد حيوي. يا حليلك انت تقدر تسولف، ما في خصميات، ما في شيء. محمود وين؟ هذه الاشياء لو اني الاقيها باجيب. محمود وين؟ نايم. محمود مسده بالهنقر؟ نايم بالنايم بالهنقر. وفيصل وين؟ في الغرفة. يا اخي فيش. انا ما ادري ايش اعطيه. تعال ادرك اسماعيل بس شوي. ظاهر ان في عند محمود موجود مع طف المسبح عقبه جت الحراره. ها؟ طف المسبح عقبه جت الحراره. يا الله يا كريم. تعال تعال دق يا فواز. خلاص ذكرته ذا ذكرته. ايش معنى الاخوه؟ منتسير Thank you.